وللحديث عن الحالة الحقوقية في العراق والتقرير السنوي لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، معنا من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله وحياكم أخي الكريم. يعني قبل أن أسألكم عن تقييمكم لحالة حقوق الإنسان في حصاد عام 2021، بدا واضحا من خلال الخبر الذي قرأناه تقييم تلك الحالة، ولكن من المهم بمكان أن نعود مجددا لتسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان في السنة الماضية. نعم أخي الكريم، تحية لك مجددا وللمشاهدين الكرام. الحقيقة حالة حقوق الإنسان في العراق متدهورة، والانحدار سريع وملحوظ على الصعد كافة، وفي جميع المحاور لدينا زيادة في أعداد القتلى حتى عن العام الذي سبقه، ولدينا زيادة في النازحين أيضا. في مجال البنى التحتية هنالك تدهور كبير في جميع الصعد على الخدمات، تخيل المياه، الكهرباء، الطرق، الخدمات، الصرف الصحي، رفع النفايات، الأمور الأخرى. لدينا كذلك تصاعد في حملات التطهير الطائفي شهد العراق، ولذلك هنالك زيادة ملحوظة لأعداد النازحين ناهزت 20% عن العام 2020. كذلك في مسألة الإفلات من العقاب، وهذا مسألة مهمة جدا حقيقة. لدينا إفلات مزمن من العقاب، وبالتالي هنالك سماح وضوء أخضر للجنات بارتكاب من الانتهاكات والجرائم والتورط في ملفات فساد كثيرة. لدينا أكثر من 14,000 مشروع وهمي أو متلكئ أو متوقف. هنالك الكثير الكثير الحقيقة في هذا المجال، يعني كل الصعد وكل المحاور المتعلقة بحالة حقوق الإنسان هي في تدهور وانحدار سريع. نعم، هذه الفوضى الأمنية في العراق ونفوذ الميليشيات إلى أي مدى كرست سياسة الإفلات من العقاب في البلاد؟ وهل يبدو واضحا أن هذه السياسة الإفلات من العقاب تفاقمت أكثر وتصاعدت أكثر في السنة الماضية؟ عفوا السؤال لم أسمعه. سياسة الإفلات من العقاب كانت على مدار السنوات الماضية بشكل واضح، لكن في 2021 هل بدأ لكم من خلال هذا التقرير أنها كانت أشد وطأة من السنوات الماضية؟ الحقيقة هي أكثر وضوحا، جاءت أكثر وضوحا، والتواطؤ الدولي أكثر أيضا أكثر وضوحا، لأنه هنالك حالات مشهورة وحالات ثابتة ومدللة بأدلة دامغة وبشهادات ذات مصداقية عالية، لكن مع الأسف الشديد هنالك حالة إفلات مزمن من العقاب للمسؤولين المرتكبين للانتهاكات. هنالك يعني حالة الإفلات من العقاب هي حالة متزامنة ومتضامنة مع ظهور الميليشيات أو تأسيس الميليشيات واستفحالها وسيطرتها على الساحة العراقية. وإلا لا يمكن، لو كان لا توجد حالة إفلات من العقاب لما وجدت الميليشيا، فهي مسألة يعني متناسبة مع بعضها، لا يمكن أن يفترقا في هذا الموضوع. لذلك هما يعني هو هذه النتيجة الحاصلة، تغول الميليشيات وسيطرتها وهيمنتها على المشهد العراقي لابد أن تتزامن معه حالة الإفلات من العقاب. إلى أي مدى ساهم غياب القضاء في استمرار هذه الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق؟ أخي الكريم، لا أخفي سرا ولا أضيع سرا إذا قلت أن القضاء مغيب في العراق بعد 2003 بشكل كامل.
يعني لا يوجد أي دور للقضاء في إحقاق الحق وتحقيق العدالة. لدينا حالات كثيرة أثبتت عدم صلاحية المنظومة القضائية في العراق، بل انتزعت منها هذه الصفة أصلاً. لم يكن هنالك أدنى مستويات تحقيق العدالة ولا البحث عن الحقيقة. هنالك قضايا، طبعا وهنا أخص بالذكر مسألة التعذيب الذي هو حالة عامة في السجون الحكومية المعلنة. فهذه الحالة التعذيب لا يمكن أن تنتج لنا حالة العدالة، لأنه سيضطر من يخضع لهذه الأساليب السادية من التعذيب سيضطر إلى الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، وبالتالي سيظل الجناة الحقيقيون سيظلون طلقاء. وهذا الذي حصل معنا. لا تزال حالة مسألة قتلة المتظاهرين السلميين المعارضين للحكومة. نعم، يعني هل يجوز أن تقف الحكومة هذا الموقف؟ سنين مرت على هذه القضايا، جهارا نهارا قتلوا أمام عدسات الكاميرات، والقتلة حتى يعني الوجوه واضحة والمعالم معروفة والمكان مشهود والأدلة واضحة، كل هذه والحكومة لا تزال تقول أنا أتابع ملفات القتل. أنا والطامة الكبرى أنها تشكك بأعداد الضحايا من الشهداء ومن المصابين. لماذا؟ لأنها تريد أن تتستر على الجنات وأن توفر لهم، تخلط الأوراق لكسب الوقت وهدر الحقوق بالنتيجة حقيقة. نعم، يحصل في العراق يعني هناك الكثير من المجالات الحقوقية المنتهكة كما تفضلت دكتور، من بينها مجال الإخفاء القسري على سبيل المثال. حتى يعني الشهر الماضي والسنة الماضية دائما هناك حالات إخفاء قسري وتغييب قسري بشكل واضح في العراق، ولا حراك من الحكومة أو المؤسسات الحقوقية. الكريم، الحكومة متورطة بهذه الجريمة على وجه التحديد. هو الاختفاء القسري، الجهة المرتكبة هي حكومية أو وكيلة عن الحكومة. لكن في 2021 وثق قسم حقوق الإنسان 139 حالة بالمعلومات والأدلة. 50 حالة منها كانت طارئة. ما معنى طارئة؟ أنها حدثت خلال أقل من 3 أشهر من البلاغ عن هذه الحالات. وبالتالي متى حدثت إذن؟ هي حدثت في عام 2021. يضافون إلى الآلاف السابقة، هنالك 30,000 على الأقل، يعني ما لا يقل عن 30,000 مغيب من أبناء المحافظات المنكوبة الذين غيبوا إبان العمليات العسكرية لمحاربة تنظيم الدولة. ولكن بالنتيجة ماذا لدينا؟ لدينا مدن مدمرة، لدينا ملايين هجروا، لدينا عشرات الآلاف غيبوا، ومئات الآلاف زجوا في السجون. كل هذه يعني كل هذه العمليات، وكأنما الحكومة يعني ليست طرفا فيها، وتتحجج وتتذرع الذرائع التي أسكمت الأنوف حقيقة، الذرائع التي تتذرع بها الحكومة. ولكن مع الأسف الشديد هي مدعومة من قبل الـ أو يتم التغاضي عن الانتهاكات التي تحدث في العراق من قبل المجتمع الدولي. أشكرك جزيلا دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق. شكرا لك.